أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد أبو ثامر من الأردن أيضا يقول في سؤاله الأول: هل من يتوفى نتيجة حادث سيارة يعتبر شهيدا؟ نعم، يدخل إذا كان من المسلمين المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأصابه حادث مفاجئ كالحريق والهدم وحوادث السيارات، فإنه يكون من الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.